تكوني فطرانه فول على الصبح ومش شايفه قدامك اي حاجه. جوزها قرر يعمل لها مفاجاه وجاب لها خاتم جميل لطيف ظريف وهي عيني مركزه في الموبايل بتاعها. فطبعا الراجل بقى منتظر يعمل لها سربرايز واو بتاع، قال انها تشوف الخاتم شافت كل حاجه الا الخاتم. طبعا هو بيضحك لها وبيلتزم لها، تقول اتفضل عصير قلت له. فهو بيقول لها بصي هنا يا حبيبي خلاص سيبك من العصير وسيبك من الاكل بقى، دي لحظات رومانسيه وحلوه، ده النهارده عيد جوازنا. فهو عمال يلفت انتباهها وهي تقريبا واكله فول واكله طعميه، فالظاهر انها مصطبحه بفول وطعميه على الصبح، فمش شايفه اي حاجه قدام. يا وليه شوفي يا وليه يا ستي شوف الخاتم، شافت كل حاجه الا الخاتم. يا طبعا مع الاكل بس، يا ماما شوف الخاتم وبعد كده نبقى ناكل. وهو عمال يقول واو واو يلفت وهي عيني بص على الاكل. يا حبيبه قلبي في بص الشغله مش نافعه، انا اصلا غلطان ان انا جايب لك هديه، شكلك فاهم يا نصه لايك.